الدكتور أشرف علي الدمرداش، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه جراحة ترقيع ثقب وطبلة الأذن وتحسين السمع، علاج خلل الاتزان والدوار والشلل الوجه النصفي، تجميل تشوهات الأذن والأنف وشق سقف الحلق، مناظير الحنجرة والجيوب الأنفية، جراحات أورام الحنجرة والرأس والرقبة، مدرس بكلية الطب والمستشفيات الجامعية. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حوار مع طبيب. من مدينة حوش عيسى بنحييكم، وخاصة من عيادة الدكتور أشرف الدمرداش، أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وعلاج الدوار. برحب بحضرتك دكتور أشرف معنا. شرفنا بحضرتك وقناة الصحة والجمال وبرنامج حوار مع طبيب. النهاردة دكتور أشرف حضرتك هتكلمنا عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع عدم الاتزان اللي بيتدرج تحت مفهومه حاجات كثير جدا، وان هي تكاد تكون كلمة الدوخة أو الدوار. هتقول لنا إيه حضرتك في الموضوع ده؟ أولا موضوع عدم الاتزان ده موضوع شائك وخطير في نفس الوقت، وعلاجه سهل جدا ما دام عرفنا السبب بتاع عدم الاتزان. عدم الاتزان يعني عدم القدرة على حفظ وضع الجسم أثناء الحركة والسكون، وهو بيبقى يندرج تحته حوالي من 5 أنواع. لابد وبكشف على المريض أن أنا أعرف المريض بيشتكي من أنهي نوع فيهم، لأن عدم الاتزان ده يندرج تحته حوالي 5 أنواع. النوع الأول والأهم اللي هو الدوخة أو الدوار، وده بيبقى المريض يعني تبقى الشكوى الأساسية بتاعه يقول دوار أو إحساس بدوران الشيء بدورانه أو دوران الأشياء حوله، دي اسمه الدوران. في نوع تاني بيجي المريض يشتكي من دوخة داخل المخ أو تقل في الرأس، وفي نوع تالت اللي هو عدم اتزان أثناء المشي فقط، يعني طول ما هو في حالة السكون هو متزن، إنما بيحس بعدم الاتزان أثناء الحركة فقط. وفي نوع رابع اللي هو بيبقى فجأة بنلاقيه حصل له سقوط على الأرض بدون فقد للوعي. وفي نوع خامس اللي هو إحساس بأنه هيجيله دوخة، ودي بيبقى مصاحب له شوية عرق أو شحوب في الوجه أو تقل في الأطراف. ناخد الأهم واحد فيهم اللي هو الدوار، اللي هو النوع الأول من عدم الاتزان. غالبا مريض الدوار بنسبة 80% بتبقى مشاكله داخل أو تخص دكتور الأنف والأذن والحنجرة. الدوار اللي هو بيجي المريض يقول أنا الحجرة بتلف بيا أو أنا بلف والحجرة سد، دي اسمها الدوار، دي اسمه الدوار. أتأكد إزاي إنه دوار من المريض؟ إنه هو بيجي يقول إنه هو مصاحب له قيء وزغللة بالعين أو رفة بالعين. الطبيب المتخصص هنا بيبقى دكتور المخ والأعصاب أو دكتور النفسية والعصبية. المريض اللي بيجي يشتكي لي من عدم اتزان أثناء الحركة فقط، أما أثناء السكون فبيكون ما فيش شكوى أو في بيكون متزن. المريض ده بيبقى مشاكله الأساسية بتبقى في يا إما مشكلة في المفاصل أو العضلات، وهنا بيذهب إلى دكتور العظام أو دكتور النفسية والعصبية أو المخ والأعصاب. المريض اللي بيحس بأنه هيدوخ، يعني ما جالوش دوخة ولكن هيدوخ، ودي بتيجي مجرد إحساس، وإذا الموضوع طول شوية ممكن يسقط على الأرض مع فقدان الوعي، هنا بقول له روح لدكتور البطنة، لأن لو فقد الوعي دي يعني دي يعتبر إغماء كامل، وهنا بنشوف دكاترة البطنة في الأول، لأن في مشاكل في القلب تعمل المشكلة دي، وخاصة اللي عندهم لغط في ضربات القلب. المريض الذي يشتكي من سقوط مفاجئ على الأرض بدون فقد الوعي، المريض المشكلة الأساسية عنده بتبقى قصور في الدورة الدموية الخلفية للمخ، لأن احنا حضرتك عارفين أن الدورة الدموية للمخ في دورة دموية أمامية وهي غير مسؤولة عن عدم الاتزان، أما الدورة الدموية الخلفية فدي الأساس
اذا حصل في اي قصور فبيدي المريض عدم اتزان او سقوط على الارض بدون فقد للوعي. ناخد النوع الاول من عدم الاتزان وهو الدوار الخاص بدكاتره الانف والاذن والحنجره. احنا عندنا في الاول كده اللي بيحفظ اتزان الجسم ثلاث اشياء او ثلاث اعضاء، كلتا الاذنين اللي هي الاذن الداخليه اليمنى واليسرى، جزء فيها يسمى القنوات الهلاليه، ودي هنوري لحضراتكم دلوقتي على رسم بياني اللي هو جهاز الاتزان اللي داخل الاذن الداخليه اللي بيتكون من ثلاث قنوات هلاليه داخل الاذن الداخليه، بيخرج منهم عصب اسمه العصب الثامن، والعصب الثامن دي مسؤول عن السمع والاتزان. هذا العصب بيدخل جوه جزء المخ. من ضمن مكونات جهاز الاتزان جوه الجسم غير الاذن بيشمل كمان العصب الثامن وجزء المخ والمخيخ وقشرة المخ. بالنسبة للعصب الثامن وجزء المخ والمخيخ وقشرة المخ دي اسمه جهاز الاتزان المركزي. لو في أي مشاكل فيه، أي أمراض بتصيب هذا الجهاز، بيدينا نوع معين من عدم الاتزان. أما بالنسبة للقنوات الهلالية فهما ثلاث قنوات مسؤولين عن الاتزان داخل الأذن الداخلية، وأي مشاكل موجودة فيهم، أي أمراض جوه جهاز الاتزان اللي هو جوه الثلاث قنوات الهلالية ده، بيدينا نوع من الدوران أو الدوخة، وده يشمل يتبع دكتور الأنف والأذن والحنجرة اللي هي المنطقة بتاعة الأذن الداخلية اللي جواها الثلاث قنوات الهلالية. أما بالنسبة العصب الاتزان اللي هو الثامن وجزء المخ والمخيخ وقشرة المخ اللي هو جهاز الاتزان المركزي، يتبع أخصائي المخ والأعصاب والنفسية والعصبية. أما القنوات الهلالية فدي تتبع أخصائي الأنف والأذن والحنجرة. إحنا هنشرح إن شاء الله إمتى أما يجي لي عيان أقول أنت مشكلتك تبع الأخصائيين النفسية والعصبية والمخ والأعصاب، إذا كانت المشكلة داخل الجهاز جهاز الاتزان المركزي. وإمتى أقول للعيان أنت الدوخة اللي حضرتك تشتكي منها تتبع أخصائي الأنف والأذن إذا كانت المشكلة داخل القنوات الهلالية. دي بنعرفها بالتاريخ المرضي من العيان. المرض موجود في جهاز الاتزان المركزي ولا جهاز الاتزان الطرفي؟ لأن المنطقة دي مهمة أوي في التشخيص. وكلتا العينين اليمنى واليسرى والمستقبلات الإحساس في الجسم الموجودة في العضلات والجلد والمفاصل. يبقى احنا عندنا ثلاث أعضاء مسؤولين عن اتزان الجسم. الثلاث أعضاء دول كلتا الأذنين الداخليتين، كلتا العينين، مستقبلات الإحساس الموجودة في الجلد والعظام والمفاصل والعضلات. دي بنسميها مستقبلات الاتزان الطرفية، اللي هي بتتصل بقى بالجهاز الاتزان المركزي اللي هو يشمل الجزء المخ والمخيخ وقشرة المخ. يبقى احنا عندنا جهاز الاتزان الطرفي يشمل العينين والأذنين ومستقبلات الإحساس في الجلد، وجهاز الاتزان المركزي ويشمل المخيخ وجزء المخ وقشرة المخ. إذا كانت المشكلة في الأذن بنعرفها إزاي حضراتكم زي ما بينا بعد قبل كده، إن غالبا المريض بيجي يشتكي من دوار، وهو إن بيلاقي الأشياء يا إما هو بيلف إحساس كاذب بإن هو بيلف، أو اللي حواليه هو اللي بيلف. الأشياء اللي حواليه هي اللي بتلف. وبيبقى متأكد من الكلام ده إن في دوار فعلا مش نوع تاني، إن هو بيقول إن بيصاحبه قيء، غثيان، عرق غزير مع شحوب في الوجه أثناء نوبة الدوار. هنا بيبدأ بقى دكتور الأنف والأذن بياخد التاريخ المرضي من المريض عشان يتأكد إن المشكلة داخل الأذن الداخلية وليس الوسطى كما يقال. الأذن الوسطى ليس لها دور نهائيا في الاتزان، المسؤول عن الاتزان هي الأذن الداخلية. اللي احنا عندنا في بالنسبة للأنف والأذن، لما بعرف إن المريض في الكاتيجوري بتاعي أو في الطائفة بتاعتي أو هو يشتكي من دوار فعلا، بعرف إن المشكلة عندي في الأنف بالنسبة للأذن الداخلية، ببدأ أقول إن المريض يعاني من مشكلة في الأذن الداخلية ليها أسبابها كتير بقى.
يعني في مشاكل في الأذن الداخلية تعمل الدوار. أشهر مشكلة على الإطلاق هو اسمه الدوار الحركي. الدوار الحركي ده المريض بيجي يشتكي وأنا باخد منه التاريخ المرضي، يجي يقول لي أنا الدوار أو المشكلة بتحصل للدوار تحصل لي أثناء الحركة فقط. دكتور أشرف، هو ده سؤالي اللي فعلا كنت هسأله حضرتك حالا، بس ياريت نجاوب على حضرتك السؤال ده هو بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل. الدكتور أشرف علي الدمرداش، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه جراحة ترقيع ثقب وطبلة الأذن وتحسين السمع، علاج خلل الاتزان والدوار والشلل الوجه النصفي، تجميل تشوهات الأذن والأنف وشق سقف الحلق، مناظير الحنجرة والجيوب الأنفية، جراحات أورام الحنجرة والرأس والرقبة، مدرس بكلية الطب والمستشفيات الجامعية. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور أشرف الدمرداش، وكان سؤالنا عن الدوار الحركي. حضرتك هتقول لنا ايه دكتور أشرف عن الدوار الحركي؟ الدوار الحركي ده دي أشهر سبب على الإطلاق للدوار اللي سببه الأذن الداخلي. المريض بيجي يشتكي من ايه؟ هو المريض بيقول لي أنا للحظات كده دقايق أو ثواني بتجيلي دوخة، بحس إن الدنيا بتتشقلب باللغة العامية كده. طيب دي بتستغرق قد إيه؟ حوالي من ثواني دقيقة دقيقتين بكتير. بيسموها دكتور الأوضة بتتقلب بيا. أيوه الأوضة بتتقلب. أيوه تمام كده. تمام. المريض ده يعني طيب مصاحب حاجة تاني، ممكن يقول لي لو طولت شوية ممكن أحس بقيء أو يجيلي قيء. طيب بتشتكي من اي حاجه تانية؟ لا مفيش حاجه بشتكي منها تانية. طيب في وش في الودن ساعتها؟ لا. طيب سمعك بيتقل ساعتها او سمعك بيقل ساعتها؟ لا. طب بتجيلك امتى؟ يقول لي كالاتي، يقول لي بتجيلي وانا نايم على ظهري كده بتقلب يمين او شمال، بتجيلي ثواني كده وبعدين اما تعدل تروح. او ان انا وانا بصلي ساجد على الارض بتجيلي فبضطر اصلي وانا قاعد، او يقول لي وانا ببص على حاجه في السقف كده، او تيجي تشتكي مثلا تقول وانا بجيب حاجه من على الرف كده يحصل مشكله زي دي. دي درجه اول دكتور. دي اسمه دوار حركي، يعني يجي مع الحركات، يعني حركه الراس او الواحد وضع جسمه وهو نايم ويتحرك بلف. دي اسمه دوار حركي، وعلاجه او تشخيصه بيبقى المريض الدكتور بيعمل اختبار بسيط كده في العياده، بيتاكد ان دي الدوار الحركي، يعني تمارين بسيطه كده الدكتور بيعملها داخل العياده بيتاكد ان ده اسمه دوار حركي. بيبقى اشهر سبب له الاذن الداخليه، بيبقى السبب فيه ان بعض شوائب بتبقى موجوده داخل السائل في القنوات الهلاليه. القنوات الهلاليه زي ما قلنا ان هي ديت القنوات الموجوده داخل الاذن الداخليه المسؤوله عن الاتزان، فبيبقى في بعض شوائب يعني داخل السائل اللي موجود جوه القنوات دي. الشوائب دي لما بتتحرك جوه القنوات الهلاليه بتخلي عيني دوخ. فكره الاختبار ان انا بحط العيان في وضع يخلي الشوائب دي تتحرك يقوم يدوخ قدامي في العياده، بعرف ان دي اسمه الدوار الحركي. طيب علاجه يا دكتور؟ العلاج بتاعه برضو تمارين وليس علاج دوائي. بلاش العلاجات الدوائيه ملهاش اي لازمه. الدكتور بيعمل تمارين بسيطه للعيان كده في العياده بيرجع الشوائب ديت لمكانها الاصلي، بدل ما هي ماشيه كده في السائل داخل القنوات الهلاليه بيعمل تمارين بسيط كده بيخليها تثبت في مكانها الاساسي داخل القنوات الهلاليه، اسمه ابلي مانوفر بالانجليزي. دي حاجات بيعملها الدكتور داخل العياده. اذا الدوار الحركي ده سببه الحركه، تشخيصه داخل العياده عند دكتور الانف والاذن او دكتور السمعيات. كذلك العلاج ليس دوائي، العلاج تمرينه بسيطه كده بيعملها الدكتور داخل الايه العياده بتاعته او المركز بتاعه. يبقى اذا اول سبب واشهر سبب ملوش علاج دوائي، علاجه علاج تمارين اسمها تمارين الالتزام فقط. السبب الثاني والمشهور برضو، السبب الثاني بعد الدوار الحركي حاجه اسمها التهاب عصب الاتزان، اللي هو العصب المسؤول عن الاتزان اللي وصل القنوات الهلاليه
بالجهاز الاتزان المركزي اللي هو جذع المخ. يبقى هو حلقة الوصل ما بين الجهاز الطرفي الاتزان الطرفي والجهاز الاتزان المركزي هو هذا العصب اللي هم بيسموه العصب التامن. إذا حصل فيه أي التهاب وخاصة بعد نوبات البرد أو طيارات الهواء البارد بيحصل المريض فجأة كده بيجي يقول أنا فجأة قمت في الفجر أو قمت ليلا لقيت الأوضة بتلف بيا ومتصل يقعد بالساعات وبالأيام. خلي بالكوا الدوار الحركي بيقعد ثواني أو دقائق. أما التهاب عصب الاتزان فهو بيستغرق من يوم وحتى يومين متصل. بيبقى دوران زي ما احنا قلنا ما حول المريض يلف او المريض نفسه بيحس احساس كاذب ان هو ايه بيلف. وبيبقى مصاحب له برضو قيء وغثيان وشحوب في الوجه لدرجة ان المريض طول اليوم تقريبا نايم مش قادر يحرك رأسه انه كل ما يحرك اي رأس بالذات او الرقبة بيدوخ دوخة جامدة جدا فبيضطر تانو نايم طول النهار. الدوخة دي بتقعد حوالي من يومين. طيب لو احنا سيبنا العيان دي يا دكتور بيقعد له حوالي بعد يومين بيختفي هذا الدوران لوحده بدون علاج، ولكن بيقعد اسبوعين غير متزن يعني ما بيبقاش فيه دوار، بيبقى المريض غير متزن اثناء المشي فقط. وخلال شهرين بيختفي عدم الاتزان نهائيا. اذا المرض ده بيخف لوحده تقريبا، ولكن المريض في اول يومين لابد ان ياخد دواء لانه بيرجع كتير او بيحصل له قيء كتير ويبقى احساس بالدوران وشحوب في الوجه فبيبقى فيه قلق وتوتر. فبالتالي احنا بنحاول نديه علاج في اول يومين. هي المرحله اللي هي بيبقى فيها المريض تعبان جدا، بتبقى الادويه عباره عن مثبطات الدوران، واخد مثبطات الدوران دي لا تستمر اكتر من 5 ايام. ما ينفعش نديها فترة 3 شهور وشهرين وسنة والكلام اللي احنا يعني بنشوفه دي كلام يعني ما يعني لم يثبت به دليل علمي. يبقى اذا المريض في المرحلة اللي بقى فيها اول يومين دايخ والدنيا بتلف بيه وبرجع وشحوب في الوجه وعرق غزير ويستمر ساعات او ايام، المريض في الحالة دي بياخد مثبطات الدوران فقط لغاية ما بيروح الدوران. بعد ما يروح الدوران نوقف مثبطات الدوران ويبدا المريض في عمل تمارين اسمها تمارين الاتزان في البيت، وهي عباره عن ان المريض بيثبت عينه على شيء ثابت وبيحرك الرقبه يمينا ويسارا حوالي 20 مره في اليوم، او انه بيشوف شيء ثابت وبيلف حواليه 4 مرات يمين و4 مرات شمال. دي اسمها تمارين الاتزان اللي بتخلي جهاز الاتزان في الجسم يرجع يعدل من نفسه ويبدأ يحفظ التوازن مرة أخرى. إذن التهاب عصب الاتزان أول يومين غالباً هو اللي بيحتاج علاج، بعد كده بنوقف مثبطات الاتزان ويبدأ المريض في تمارين الاتزان اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها. التهاب عصب الاتزان لا يصاحب له وش في الودن ولا يعني قلة أو قلة في السمع. يبقى هو زي الدوار الحركي، ولكن يفرق هنا المده بتاعته. الدوار الحركي بيقعد ثواني، اما التهاب عصب الاتزان بيقعد يوم او يومين. وفي كلتا الحالتين الدوار الحركي او التهاب عصب الاتزان ما بيكونش مصاحب لهم لا وش ولا قله في السمع. طب دكتور اشرف، سؤالي الجاي ده هنشوفه بعد الفاصل ان شاء الله، اللي هو يعني ايه كلمه دوار البحر اللي هي ناس كتير مش فاهمة معناها لحد دلوقتي، حضرتك هتكلمنا فيها تقول لنا ايه ده، هنسمعه من حضرتك بعد الفاصل. الدكتور اشرف علي الدمرداش استشاري الانف والاذن والحنجرة، دكتورة جراحة ترقيع ثقب وطبلة الاذن وتحسين السمع، علاج خلل الاتزان والدوار والشلل الوجه النصفي، تجميل تشوهات الأذن والأنف وشق سقف الحلق، مناظير الحنجرة والجيوب الأنفية، جراحات أورام الحنجرة والرأس والرقبة، مدرس بكلية الطب والمستشفيات الجامعية. أعزائنا المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور أشرف الدمرداش هيكلمنا عن دوار البحر.
هو دوار البحر ده من ضمن الحاجات اللي احنا برضو عايزين نتكلم فيه، لانه هو موضوع مشهور قوي. هو غالبا السن بتاع دوار البحر ده بيبقى سنه صغير شويه، ودي بيحصل لما المريض بيركب اي وسيله مواصلات، يعني اتوبيس، عربيه، سفينه، طائره، اي حاجه، ايه وسيله مواصلات، مع كتر الانحناء وكده اثناء الطريق ده بيحصل ان المريض يبدا يدوخ ويرجع، او يحصل له قيء مع ركوب الايه المواصلات. بيبقى سببه ان المشكله ان المفروض ان جهاز الاتزان المركزي بيوصل له معلومتين من الجهاز الاتزان الطرفي. احنا عندنا جهاز الاتزان الطرفي اللي هو الودن، الاذن الداخليه، والعين، والمستقبلات الاحساس الموجوده في المفاصل. المفروض ان الثلاث اعضاء اللي هم مسؤولين، اللي هم بيكونوا جهاز الاتزان الطرفي، دول بيعملوا تناغم مع بعض. بمعنى الرسائل اللي بيبعتوها لجهاز الاتزان المركزي بيكون واحده، ان بيكون الايه الرساله واحده. لما جهاز الاتزان المركزي بيستقبل رساله من الاذن مختلفه عن الرساله الواصله له من العين، بيبدا يحصل له زي ارتباك، ويبدا المريض يخش في ايه في مرحله الدوران والقيء. طب حله ان المريض قبل ركوب وسائل المواصلات بساعه تقريبا بياخد حاجه اسمها مثبطات الدوران. طيب لو ما خدش دكتور ممكن يعمل ايه؟ ينصح ان المريض ده يركب في الكرسي الخلفي الامامي. الكرسي الامامي ليه؟ عشان يبقى اللي شايفه بعينه هو اللي حسه بالمستقبلات الاحساس اللي في المفاصل، هو اللي ايه اللي ايه الودن حاسه بيه. يبقى الرسائل كلها واحده. انما الخلفي بيبقى غالبا المريض الرساله اللي واصله من العين ما تبقاش واضحه قوي لجهاز الاتزان الايه المركزي. بيبقى الرساله واصله له بس من مستقبلات الاحساس الموجوده في المفاصل والاذن فقط. اما في الامامي فبيبقى شايف كل حاجه. لما هو راكب في الكرسي الامامي بيبقى شايف كل حاجه في الطريق. فبيبقى الرساله واحده، الثلاث اعضاء بيبعتوا رساله واحده. انما اختفاء عضو فيهم ما بيبعتش رساله لجهاز الاتزان المركزي، بيبدا يحصل ارتباك في الاتزان وحدوث دوخه وقيء. ده بالنسبه لركوب اي مواصله دكتور حضرتك بنقول عليها، اللي هو دوار البحر ده بيجي عن طريق ركوب عربيه او مثلا مركب مسافر او اي طياره او اي حاجه من لا في حتى هنا صغيره برضو بنقول عليها دوار البحر، اللي هي البيشن بتاع حضرتك لما بيجي لك بيقول لك انا لما اقف في دور عالي في ال 14 في ال 15 في ال 16 بحس بالدوار ده، وده اللي قالوا لي عليه الناس ان هو اسمه دوار البحر. راي حضرتك ايه في الموضوع اللي فوق ده؟ في حاجه اسمها دوار الاماكن المرتفع. ايوه، وده نعتبره احنا شيء طبيعي وليس مرضي. شيء طبيعي وليس مرضي ولا يحتاج الى علاج. علاجه ان يبتعد عن الايه الاماكن المرتفعه. ده شيء من الاشياء الطبيعيه اللي ممكن تحدث وليس له اي علاج. بنطمن المريض فقط. يعني نبعد بس عن وجودنا في الادوار العليا دي. وحضرتك طبعا قلت باستفاضه دلوقتي موضوع اللي هو ركوب المواصله ايا كانت بقى، سواء عربيه او سفينه او حاجه، بناخد احتياطاتنا العلاجيه او بنقعد في كرسي مناسب الامامي بالذات تحديدا عشان يبقى كل المؤشرات معانا موصله لبعضها. طبعا حضرتك وضحت المعلومه دي كويس قوي دكتور. اتفضل. احب اعلق عليها. غالبا المريض اللي عنده دوار البحر دي احنا قلنا بيجي في سن صغير، غالبا المريض ده بعد سن معين بيبدا يشتكي من حاجه اسمها صداع الشقيقه، وهو صداع مصاحب له دوخه. يعني بيبقى المريض يجي له صداع مصاحب له دوخه او دوران، ودي بيجي بعد مرحله اللي هو دوار البحر، او في بعض احيان بيجي الاثنين مع بعض. يقول لك وانا بركب مواصلات يحصل لي الدوخه، ومن غير مواصلات بيحصل لي دوخه مع صداع. يعني دول ممكن يحصل له اثنين مع بعض. وكمان لقينا في بعض عيانين بيجي معاهم دوار حركه كمان. يعني غالبا مريض دوار البحر بيبقى عنده حاجه اسمها صداع الشقيقه المصاحب له دوران، وفي بعض احيان يقول لك انا عندي دوار حركي، يعني اثناء النوم او اللي هو يتجه براسه الى اعلى كده يحس بايه بدوخه بتقعد ثواني او دقائق. يبقى ممكن نشوف الثلاث امراض في مريض واحد.
اكيد طبعا في ثلاث اشياء كده مرتبطين ببعض حضرتك وضحتهم دلوقتي، لكن احنا دلوقتي بنسال سؤالنا برضو المهم. مريض الدوار او الدوخه يعني بياخد فتره في نظر حضرتك المفروض عشان يبقى مطمن قد ايه عشان ما يرجعلوش الموضوع ده تاني؟ تمام. هو احنا قلنا مريض الدوار الحركي بيتعالج بتمارين بسيطة وبيطلع من العيادة أو من المركز المتخصص بيطلع كويس جدا ومفيش أي مشاكل خالص وميحتاجش أي نقاهة. أما مريض التهاب عصب الاتزان اللي هو بيقعد أيام يوم أو اتنين في دوار شديد مع شحوب في الوجه، هذا المريض بيقعد يومين دايخ، بعد كده بيقعد أسبوعين من اتنين لأربع أسابيع عدم اتزان فقط ولكن بيبدأ يتحرك. ينصح في الفترة من اتنين لأربع أسابيع دي ان المريض يتحرك كتير، لان الحركة الكتير في هذه الفترة بتخلي جهاز الاتزان المركزي يبدأ ياخد وضعه ويعدل من وضعه مرة اخرى. انما النوم او الارتخاء فترة طويلة بعد التهاب عصب الاتزان لا ينصح به. في مرض اخر اسمه مرض زيادة ضغط الاذن الداخلية، دي مرض يعني دي مرض مزمن بقى ودي غالبا بيستمر فترات وسنوات طويلة، والمرض ده بيحصل فيه أربع حاجات. فجأة بيلاقي المريض حصل له دوار، يعني بيحس إن اللي حواليه بيلف أو هو ذات نفسه بيلف، معاه هنا بقى معاه هنا وش في الأذن، وش في الودن، أيوة مصاحب له ضعف في السمع، مصاحب له حدوث ضغط على الأذن. يعني المريض هنا بيحس بأربع حاجات مع بعض: دوخة شديدة مع وش شديد مع ضعف في السمع مع حدوث ضغط على الأذن الخارجي. المرض ده بيجي في نوبات، بمعنى ان المريض بيجي نوبه كده بتقعد لها زي من دقائق لساعات وبعدها بيخف تماما بيبقى كويس قوي، وتتكرر بعد كده بعد اسبوعين ثلاثه مره مرتين في السنه. دي اسمه مرض زياده ضغط الاذن الداخليه، وده ان السائل اللي داخل الاذن الداخليه او داخل القنوات الهلاليه اللي احنا قلنا عليها بيزيد شويه، فلما بيزيد بيعمل الايه النوبه دي. النوبه دي بتيجي نوبات وليس متصله، بمعنى ان تيجي النوبه بتقعد لها من دقائق لساعات، وبعد كده المريض بيقعد من اسبوع اسبوعين ثلاثه شهور كويس جدا، وبعدين ترجع له مره ثانيه نوبه وتختفي. بيجي في نوبات، اهم حاجه ان هو بيجي في نوبات. تشخيصه طبعا لما المريض بيجي يقول لي وش في الودن مع ضعف في السمع مع دوخه او دوار ومصاحب له ضغط على الاذن، يعني خلاص كده انا اطمنت ان ده اسمه مرض زياده ضغط الاذن الداخليه، ودي علاجه دواء وبيبقى عباره عن مدرات البول. مدرات البول اي حاجه تقلل السوائل اللي في جسمه، وحاجه مثبطات الدوخه اثناء النوبه فقط. اما في الفترات اللي بيبقى كويس فيها فما بياخدش فيها اي حاجه خالص غير مدرات البول فقط. تمام. الحاجه الثانيه اذا لم يحدث تحسن مع العلاج الدوائي بنلجأ الى حاجه اسمها الحقن الموضعي داخل الاذن. الحقن الموضعي لبعض الادويه داخل الاذن دي نتائجها كويسه جدا وبتجيب نتائج كويسه جدا. مرض زياده ضغط الاذن ايه اللي بيجيبه بقى؟ اشهر حاجه تجيبه هي اي حاجه تكتر السوائل داخل الجسم، منها الملح والايه الحاجات اللي هي فيها سكر كتير او الحاجات الملاحه زي الفسيخ والسردين والحاجات اللي احنا بنقول عليها دي. فديت يفضل ان المريض يبتعد عنها، والتوتر كذلك يبتعد عن الحاجات ديت لان دي بتجيب نوبه الدوخه بتاعه زياده مرض الاذن الداخلي. إيه طب دكتور اشرف، 30 ثانيه بالظبط تحديدا عشان وقت البرنامج، عايزين ننسى نشوف نصايح حضرتك العامه ايه لمريض الدوار. مريض عدم الاتزان النصيحه المهمه جدا اذا كان في دوخه او دوار يذهب الى طبيب الانف والاذن والحنجره اولا. إذا كانت الموضوع عدم اتزان أو تقل في الرأس يذهب إلى طبيب الأعصاب أو مخ أعصاب أو نفسية عصبية أولا. الحاجة الثانية اللي مريض الدوخة أو عدم اتزان يعني ما ينفعش يحصل هلع. الموضوع تشخيصه هو مع أنه تشخيصه صعب ولكن علاجه سهل جدا وما فيهوش أي مشاكل وبينتهي وكل حاجة بتبقى كويسة إن شاء الله.
بنشكر حضرتك دكتور أشرف على المعلومات المفيدة والجميلة ديت، وإن شاء الله بإذن الله في الحلقات الجاية سلسلة حلقات طبعا مع دكتور أشرف، لأن الموضوع كبير وفي بعد كده هنتكلم عن الصداع. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أشرف على المعلومات الجميلة دي. أنا بشكر حضرتك وبشكر قناة الصحة والجمال وبرنامج حوار مع طبيب، وربنا يوفقك. ميرسي يا دكتور. في نهاية حلقتنا ونشكر حضراتكم جدا، وإن شاء الله سلسلة حلقاتنا الجاية مع دكتور أشرف